من هو منصفي السلماوي؟ اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبير العالمي المغربي منصف السلاوي مستشارا رفيعا لقيادة جهود الإدارة الأمريكية لتطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا. وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء، وأكده مسؤولان في البيت الأبيض لشبكة CNN الأمريكية. السلاوي البالغ من العمر 61 عاما هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية، يقيم في أمريكا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة جلاسكو سميث كلين، وهو اليوم شريك في شركة ماديكسي كابيتال، إحدى شركات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية في فيلادلفيا. وهو حاصل على دكتوراه في علم الأحياء الدقيقة والمناعة من جامعة بروكسل الحرة، وأكمل دراساته بعد الدكتوراه في كليتي الطب في جامعتي هارفارد وتافتس. عندما تقاعد السلاوي قبل حوالي 3 سنوات من شركة تصنيع الأدوية، كانت لدى وحدة اللقاحات الخاصة بها 15 منتجا قيد التطوير، بما في ذلك واحد لفيروس إيبولا. عمل في شركة جلاسكو لمدة 30 عاما تقريبا، حيث يرجع الفضل إليه في الإشراف على خط أنابيب اللقاحات التي أنجزت روتاريكس الذي يستخدم لمنع الإسهال عن الرضع، والسيرافيكس الذي يحمي من عدوى فيروسية من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم. ومن المقرر أن يغادر السلاوي منصبه في مجلس إدارة شركة مودرينا، والذي يشغله منذ سنة 2017، وهي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في تطوير اللقاحات، كما مجالس إدارة مؤسسات أخرى يشغلها. وأشاد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بايو جيم غرينوود بالسلاوي قائلا ليو اس اي توداي: إن الأخير أظهر خلال مسيرته الطويلة التزاما قويا بالصحة العامة والابتكار والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي يعتبر حيويا لبناء التعاون الذي نحتاجه للخروج بعلاجات وتشخيصات ولقاحات جديدة للشعب الأمريكي.